الجمعية على نفس الشاسي التي بداخلها الكليشيهات، يأخذ أفراد العصابة بالبحث عن الأشخاص الذين اشتروا السيارة. اعطيني كباية هالمي، هيئتهم تعبوا. انا صاحي. انت قرب لي ايديك اشوف، بعد عنه هيك شوي. لا هاي توهان تعبان مزبوط. مشون بعد ما تفرجوا عليهم، سكون ربطوكم. انا ما دخلني، ما عملت شيء. انا زين على الارض اشوف. بدي افرك لاطو. شو صار لك هلا عن ترس؟ ابرمهم لاشوف على بعضهم. ابرم الثاني. اللوحة سيدي أنا كانت معي أول ما حطيت فيها، أنت أعطيتها لفهمين بدون كسر. قتلونا أبو سليم. ما فهمين سيدي أنا ما معي شيء. سيدي أنا أبو سليم كسب. أنت معجب فيك. الله يرضى عليك. قتلوا بس قتلوا بيقل. قتلوا اضربوا. ويني يا عيون. بس لا صباح عم تتفهم أنت بيقل. أنا مين عم طيب؟ ما عليك أبو سليم، بس أبو سليم بس. ويني يا عمي. الحم ما تحلاك مازلخ لك ويني ما عم لعبك. انا مين عم لعبك؟ سويا الكلمه اللي حكيك عنها بتجاوبني عليا وبس. يا الله ما ويني سويا طب بدي افهم سويا صح اللوحه ويني ولا شو عم صار لك بقلبك لا حمود بس عم كاكل لي مامني حمود من الضحك تطلي ده خواصي فقعت تبقي على بعد كلمه ما بلقى ابو سليم عم كلمه مهام انا بيعملك والله بيعملك انا عم كنت لا بس ابو سليم انا بس انا جاي عدوي ضحكك سليم لعبة صحيح لعبة ويني يا عبد الله سليم علي وخلاص سليم علي ويني لوحة لا لا لعبك انا لا ما بتعني مع المعبك حالك يا عينك قلب مصيري والله دمت اللوحة سيدة محطوطة في باب السيارة اي سيارة سيارة محطوطة عندي بالكلام حطت اللوحة يا قلبي طلع كلامك منه مظبوط رقبتك بدي بعرف سيدة يا عملك يا عملك يا عملك وليه؟ إلا من ساعة عمى ماني أعصص هلا ما كلمة لك كلها تعصق ليه لو ماك أنا ما كنت فكات لعبتو يا ما حبيتك يقتلك بقلبك بقلت غلط ما أنت أبو سليم والله أبو سليم ما عم بحكي معك أنا عم بحكي مع أبو سليم يا وقف يا عندك يا وقف.
اعطيك العافية. يا شو بدك؟ لشو هيدي؟ يا بدي اوصك. ليه؟ يا شو جاي تعمل؟ جاي اشتري من عندك باب سيارة عطيقة. يا عنا باب ولا تقى. ولو؟ ليش طلع خلقك كل هالقد؟ كنت بصيت كأنه؟ وهلا؟ يا شو هيدي؟ مصاري حق الباب؟ يا حطها يا بجابتك. لك يا حبيبي طول بالك، ما هلا شفت انا فهمان علي روح على المحل. يا بتشوف الشغيل، بتشوف الباب اللي بدك اياه وبتعطيه حقه. يا هو يا قلك يا فهمان يا ها؟ معلوم. لشو جاي انا لهنا هلا؟ يا ما نصدقه. يا ايه؟ يا ايه؟ يا هاتي هالعشن نيران. هالعشن اللي بدك. يا هذا يا الباب يا هوني. يا قرب يا شوفه. يا قرب. يا وقف! شبك؟ يا شو عم تعمل؟ ما اعطيتك العشرات لشوف الباب، شو عم نعمل؟ يا عشر ليراتي حق يا الباب؟ لا، ماذا ما عجبني الباب؟ متفق على حقه، قد ما حقه بعطيك حقه. يعني يا بدك يا تفحصه؟ ايك يا معلوم. يا ما نخليها يفحصه. يا اه؟ يا اه، يفحصه. يفحصه! ما في شو؟ ما في غير قلت لي؟ ليش الباب يعجبك؟ آه على كل بس بسيطة، تيجي فهمين بتفهم انا وياك. يا بدك تشتري؟ بالإذن. استاذ سعيد؟ شو كان الزلمة عم يعمل هون؟ معلمي فهمان. طول بالك لنسأله عن الرجال اللي كان قاعد هون. شو كنت سعيد؟ وينه معلمي فهمان؟ ولك طول بالك الزلمة اللي كان هون. لك يا عفوا يا طينات كان يا خلصوني يا منطا. ايدك هلا بدك تبليس يا جنبك وصلنا وقف. لك الزلمة معلمي فهمان. ولك اسكت 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 انا عم احكي معه. وينه معلمي فهمان؟ اسكت الزلمة انا عم احكي معه. الزلمة يا معلمي الزلمة انا عم احكي. الزلمة اللي كان هون وينه معلمي؟ لك اسكت. الزلمة اللي كان هون اشبهه. وينه معلم فهمان؟ عبس قدك قرق فهمان وينه؟ وينه؟ عجبتنا. وينه؟ الزلمة اللي كان هون اسكت خلصني منك بقى. الزلمة اللي كان هون اشو كان بده؟ يا كان يا بده اياه يشتري يا الباب. ها؟ يا واشترى الباب؟ يا لا يا اشترى. وهدي العشر ليرات معك منان؟ يا ها يا الي. يا الي؟ مين عطاك يا الزلمة؟ يا لا يا الي. هو يكون عطاك الزلمة ياها حق كوها. يا لا يا هو يا بيكوي عندك. والزلمة اللي كان هون عطاك العشر ليرات؟ يا ايه. وبو سليم وفهمان اسا ما اجا؟ يا لا. ها؟ وين روحها؟ يا بعرف يا وين يا روحه. ما بتعرف وين روحها؟ ما بتعرف وين روحها؟ يا اسعار يا اسعار يا شمام يا شيخ. ترى قلبهم ترون. وينه معلم فهمان؟ لك وانا جميل موجود. بشرني شو عملت؟ خير. رمت المحل ارمي وارمي، ما لقيت غير هيدي. والتاني؟ ما لقيت غير وحده. وين اللوحه التانية؟ سيدنا وحياتك وطني، هيدي ابو سليم زابه. بدك انت بقى انت جبتها ووطني قتل. سيدنا هيدي زابه ابو سليم وهو بيعرفها التاني. اساله يا حسنك خليك تحكي لك في قتلة تكون ملتبة. وين اللوحة التانية؟ سيدنا الحقيقة أنا ما لقيت غيرك، كان الدولاب منزوع، طبيت تحت السيارة هيك لقيتها وحدة. أنا حطيت التنتين بإيدي. لا وحدة تنتين. لو كنت لقيت تنتين كنت جبت تنتين أنا. وين لقيت أنت؟ سيدنا تحت السيارة. أي سيارة؟ سيارتي أنا، سيارة الجمعية، ما نحن عندنا سيارة اشتريناها. وين محطوطة هذا السيارة؟ سيارة سيد جميل تحت قدام البنية. شو ناطريني بتنزلوا بتفكوا لي السيارة قطعة وقطعة ما بتجوا من هون الا حتى تجيبوا لي اللوحة التانية؟ اوعى حدا نطلع على السيارة عم بفهمكم هاش اللوحة ما حدا عم قلكم. طول بالك معلش ما تكون عصبي طول بالك.
اللي عم تحكيه معقول؟ سيارة بتمشي بدون شوفير؟ طيب أنا جاي لعندكم، مشي معي شوف. ما قدروا ما قدروا، السيارة عم تمشي لوحدها، ما قدروا أخذوا منها شاء. صار حكي أبو سليم. بس بعد شو قال؟ سليم؟ إيه؟ سمعت لك شو؟ أنت فيك تنزل نزول تأطلع أنا طلوع نفك حالة نخلص من هالشغلة إيه؟ أنت شو؟ زي الأسوء. لا 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 أخ 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 قتلتني قتلتني قتلتني. عملك شوي عملك شوي عملك لزوف عملك لا. أي 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 ولا إيدي ولا ولا إيدي ولا ولدك ولدك ولا حيكسر إيدي. طول بالك شوي يا أبو سليم. طيب عملك ست ست لزوف. الله لا يعطيك عافية. عمالك لا اهو لا واقف 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 يا دلع دلع. سوسة 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 ياسمين يا سوسة لك ياسمين هاي ياسمين شو اسمها دلع ياسمين. نعم يا تسلم لي هالوسة الحلوة. تسلم الله يخلي لي هيك يا ست الزمان. نعم أمر ولو بهين عليك أبو سليم واخوك في امان يكونوا ملبطين هيك. يعني شو بتريدني اعمل؟ فكيني. لا ولو بحياتك. ايه ياسمين اللي كنت عارفها تغيري. ولو يا ياسمين كل ما ينزلي والخبز والبلاخ وانا وابو سليم فكيني. ما كانش يتعدي يا روح. ولو يا سوسه. يا طيب كلمه للاستاذ بدلي بدلي. لا ولا بدلي ولا بدلي. كلمه لي انا كلمه لي انا سوسه سوسه. نعم سوسه سوسه. نسيت لما رحنا تعشينا انا وياك بالمطعم صحيح وصرنا نحلم بانه يوم من الايام نكون سوا. بعد ناقي ايه؟ لا لك شباك عملك 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 وقف 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 لك وقف. ولك صلعتني ياسمين الصبيل لي سوسة ياسمين فكونا يا ياسمين فكونا يا ياسمين فكونا ياسمين. الله شو عم تعملوا هون؟ انت منين جيتا؟ انا جيت من باب المطبخ. باب المطبخ؟ مين ربطكم؟ ربطونا انا من شان شو اسمه ياسمين. نعم يا حبيبة قلبي الله يرضى عليك بيهون عليك هيك انت انا وابو سليم فكينا. انت بتعرفي انا قديش بحبك وبعزك ونسيتي هيك اليوم
ساعة بعقلك ساعة ما بعقلك، بدي أعرف هلأ أنت بعقلك ولا مانك بعقلي؟ ما بتعرفي أنا أني بعزك من قلبي من جوا؟ إيه؟ نعم. وما رحنا تغدينا سوا؟ صح. لك هديك الساعة قلت ما رديت. على كل أنا كل اللي بدي إياه مني أنك تفكيني، وبكرة إذا الله راد رح بخط بيك وريحك من خدمة الناس وتقعدي تخدميني وأنا أخدمك كل عمري بقى. شو بدك أحسن منها؟ لك حاجة تلتلت بقى سكوت. أنت سكوت. لك والله الأستاذ، الأستاذ والله. أستاذ؟ مخطوبة للأستاذ؟ لازم تعرف إني أنا ما كنت مخطوبة بيوم من الأيام، مفهوم؟ طيب. ست ياسمين يا حبيبي. سوسة عليك. سوسو. بتليدي هيك انتم انا واخي ابو سليم، اعملي معنا هالخدمه بس. طيب راح افككم بتطلعوا على طول. على طول لك مين قال لك حنبقى هون؟ بس فكينا رجيلك. طلع شوي. امالك امالك هتلوحي لي لقبتي من هون. لا تلوحي الله يرضى عليك يا ياسمين ويخلي لي اياك. ساعدوني شوي يلا على طول بس. يا امي وين فاتك؟ ايه حوص يلا على طول. الله يبعدك يا جميل. ما بقتنش الساعة كمان. هذا اللي صار معنا. كيف؟ ياسمين؟ ياسمين؟ نعم نعم نعم. مين فكهم؟ كانوا مربوطين هون، انا شفتهم بعيني، ما بعرف مين فكهم. طيب وين راحوا؟ ما بعرف. ما بتعرفي؟ لا وحي. وراه لشوف. اوعى ترجعوا بدون ما تجيبون. بتحب اعمل لك فنجان قهوه؟ لا شكرا. عفوا. الو شو يا شو سوسو الخزنه بغرفه المكتب على يمين المكتب؟ طيب لا ابدا، بس انتبهي لحالي. انا لازم نعطي خبر، انا عملت المنشور اللي لازم نزيعه بالازاعه عن الجماعه. سمع. تفضل. لقد انسرق العجا فهمان ابن ابو الفهم وبرفقته ازميله ابو سليم الطبل. الاول يرتدي ثياب مقنسيان موسخه والثاني يلبس شروال وشوارب 11 و5. من يعرف مكانهم او يرشد عنهم له جائزه كبيره
قوي وتنظيف على أسبوع مجانا ما عدا أيام الإحود والإعياد، أيضا السبت والأحد والثلاث والتنان والأربعة والخميس والسبت، ولكم الشكر سلفا. يا نهار يا الثلاثة ثلاثة؟ إيه صحيح الثلاثة. محلات أسعد وشركاه، باب التبانة، خان البطيخ، قرب قهوة تقوم تقعد محلك، الاتصال بالتفلون، يتوجب دفع ربع ليرة 300-360. تقول بالك ما معلم أسعد، المفروض انه نتصل بالمخفر وبالتليفون ونعطيهم خبر ومنتصل. منتصل جي يا ليكم. ها اخ جيتك الله بعصاك. مرحبا، وين كنت؟ وين كنا محجوزين؟ وين ما محجوزين؟ شوف استاذ، بدك تصلي دعوه طويله على ظهر. تأمر على مين؟ على عصابه، عصابه طويله على ظهر لتزويل الدولارات يا اسعد. عصابة؟ شفتوا هذا اللي كان معنا اللي بيطبع؟ ايه؟ لقت لي الاعلان. يعطيكم العافية. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا. وسوسو هي اللي فكتنك بينه، لو ما كنا لهلا مربوطين ومحبوسين. وانا اللي عملت المنشورات وبدي اعرضها مشان خلصكم. شو هالمنشورات هذي؟ منشورات؟ بدي خلصكم وبدي اشوفكم وين. شو هذي؟ ضايعين؟ روح. لقد انصلق العز فهمان ابن سهر سليم. شو يعني لقد انصلق العز؟ العز فهمان شو يعني؟ العجل. عجا يا بني ادم يعني صغير، يعني ولد صغير. شو العز؟ شو ولد صغير؟ العز ولد صغير؟ انا ولد صغير يا اسعد؟ هلا هيدي اختصار، اختصار. هلا بيقولوا لك الرجال القصير العجا اختصار اكثر. لقد انسلق العجي فهمان ابن ابو الفهم وبرفقته زميله ابو سليم. ليش زميله ابو سليم؟ لكن لقد انسلق العجي فهمان والعزعوز ابو سليم. طبعا ما بتجي مزبوطه، بدها تجي لانه ما بيصير. شو هالحكي هذا اللي عم تحكي هلا؟ نحن وين ولا بوان يا فهمان؟ نقصيت شو كتب؟ ما مدموزيل ياسمين، انا بتشكرك وبهنيك من كل قلبي على العمل المنيح، بس على علمي انك كنت عند فريد افندي. شو اللي اخذك لعند الجماعه؟ أيوة. الحقيقه انا عم بشتغل ساعات اضافيه. أيوة. مشان اجمع شويه مصاري وافتح بيت وعيش انا وابن الحلال. لك يا عيني عليك يا هاك الستات يا ابن بلاه. انا بالنسبه لي شخصيا ما بتهمني المادي ابدا. انا ان شاء الله هالسنه هيدي بنتهي، بطلع من صفي وبضمن لي ثلاث سنين. يعني لا، ثلاث صفوف اضربهم باربعه كل صف بيصيروا 12 سنه. ما شاء الله. يعني لا بدي مدرسه ولا بدي شقه، انا جاهز خالص. ايه معلوم، ابو سليم جاهز للزواج دغلي، وبعدين احق من غيره. لا يا فهمان، ما لك حق تقول احق وغير احق، ما بيجوز. ابو سليم صحيح صاحبنا، هو الاستاذ بدري كمان مستشارنا، مستشار جمعي. لازم الحقيقه الست ياسمين هي اللي تختار وتقرر. احسن ست ياسمين بتحبي تختاري العجي ابو سليم ولا الاستاذ بدر؟ شو عدنك لزقتي بالعجا؟ بالعجا بدها العجا عزيه مثل حكيتو عدني. ابو سليم انا بهنيك من قلبي. وانا بهنيك بهنيك بهنيك. شتلي اسم الله على سلسين وطريق هالزلمه. شتلي اسم الله عليك، مين الشتلي بو؟ ابو سليم شو؟ انا فكر انك تختفي لك كم يوم. وين بدي اختفي؟ وين بدي اروح؟ طلع ضيعه. معه حق. ايه؟ وانا بستاذن. يلا مع السلامه. يا عمار شبك عم تقلق. شبك يا اسعد، هو وقتك هلا. ما عم شوف ابو سليم، ما عم شوف. ابو سليم فهمي شو هذا؟ شو اسمع الضيق؟ اسمع هلا الضيق. دقة القلب يا بني ادم، دقة الحب بتسميها دقة البيض؟ انا ليش ما شفتك ابو سليم؟ خمنتك ياسمين وينك؟ شفت لي هلا وينك؟ الله يساعدك. ليه كيف كنت عم تقرب الورقة وما دام هلا عقيني شوي لك خلبط معي على الغيب. شو تطلع الضيعة وتفلتنا يا وحدي؟ شو يعني تطلع الضيعة؟ شو بتريدك اتعلقنا مع العصابة وتجي العصابة تدور خبر؟ عصابة؟ عصابة؟ وين العصابة؟ وين العصابة؟ خبونا؟ وين العصابة؟ لك قوموا خليتهم هلا رجال. عاش يا فهمان، بيعملوا لنا مشكلة له أول ما له آخر، ونحن هلا ما فاضيين لهالشغلة. وقف وقف، قبل طلعة الضيعة بدنا نعمل استماع. مظبوط حضرت الله. ايش؟ استمع. عم نعمل استمع. ايش عم الاستمع؟ علو ما هلا فتحنا الاستمع يا ابني. ما هلا الاجتماع هون بيعملوها هيك بالطريق بالدكان. وين بيعملوا الاستمع؟ افتشوا لعندي على البيت وبنقعد على رواق ونكرر ونشوف شو بدنا نعمل هلا. تركوني هلا الله يسعدكم.
لا انت ما بتقفل الاجتماع انا بقفله. حلو قفل الاجتماع. يلا بخاطرك اخي. مع السلامه. وانا بخاطرك كمان. مع السلامه. شي حلو هيدا اغرب شي سمعته بحياتي. نان مهابيل يضحكوا عليكم. لازم تلاقوا الوجه التاني قبل ما يعرف البوليس. وقال لك الواحد يروح على بيته مفهوم؟ حاضر حاضر مفهوم. بيقول البيك بوس اذا كان ما رح تلاقوا الوجه التاني كل واحد منكم يتفضل ويقعد ببيته. روح على بيوتنا؟ شي حلو. صرنا 5 سنين عم نخدمه بإخلاص وضحينا بمستقبلنا وبحياتنا وبعدين نسمع منه ونروح على بيوتكم؟ نحن قلنا شروط. على مين بدك تملي هالشروط؟ انتو عارفين كليتكم مثل ما انا عارف انه الشخص اللي عم يوجهنا ما بنعرف عنه شي الا مجرد انه بيحكي معنا بالتليفون. بعدين معاشاتنا ومصروفنا بيوصلنا بالبريد. الحقنا وصلنا لنص المرحلة قوموا كل واحد منكم شوف شغله. شي هذا ما بيصير ابدا. تحركوا. انا برايي انه نعطي خبر للبوليس فرد مره. ما في شك هذا كان رايي من الاول. انا ما بلاقي يا ابو سليم نعطي خبر للبوليس. ليش بقى؟ إذا أعطينا خبر هيعملوا لنا سين وزين وسؤال وزواب وسوء اسمك وسوء كذا يحطونا بالحبس شو بدنا بهالشغلة؟ يلقى إذا سألونا على شو اسمنا على شو فيها يعني؟ لك بلكي واحد مثلا على مخالفة على شغلة بيتلقطوا فيه تلقيطة ما عندنا. أنت علاج شا؟ لك أنا ما علي شيء يا أسعد بس إنه يعني فكري من الأساس لما لقينا هيدي السقفة اللي بتطبع الدولار لازم كنا نعطي خبر. هلا بما انه تاخرنا بعطي الخبر اذا قلنا لهم يمكن يحسونا مزبوط ولا لا؟ مزبوط معك حق كان لازم من الاول نعطي خبر خبر ها؟ خبر هيدي هي لانه هلا ما مزبوط معنا خسرنا نفس الشيء ايوه مزبوط هيدي فانا هلا بلتي بطلب صرف مبلغ معين من صندوق الجمعيه لحمايه الجمعيه. عاش حمايه من شو؟ حماية من أعداء الجمعية. ومين إن أعداء الجمعية بقى؟ ها هلمو 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 سنين شو هالمون حلوة. يعطيك العافية. الله يعافيك. مش هون بيت أبو سليم؟ هون بيت أبو سليم. شو بتريدي منه؟ نعم أنت شو بخصك؟ هلأ صار شو بخصني؟ بسيطة بسيطة. شو صار لهالرجال؟ سوساو ابو سليم اهلا وسهلا كيفي؟ تفضلي تفضلي شو كثير مين اجى هي اسمي؟ يا عم مش عم وين كنتوا؟ عم نلعب متخبي متخبي تفضل افتكرنا افتكرنا يعني راحتكم المرح على هالدرجة شكرا ستنا بنقدر نعرف شو سبب تسليفك على الاجتماع السلي بوجود حضرة الرئيس؟ معلوم إذا ممكن بدي أحكي مع أبو سليم كلمتين على جنب. يلا قوموا روحوا خلص الاجتماع قوموا خلصونا بقى. والله والله عكيفك هاك بتخلص الاجتماع ما حدا بيقول خلص الاجتماع إلا أنا الرئيس. مظبوط وهلأ الاجتماع ما خلص مظبوط. طيب شو في السين؟ ما في شيء وما بدي أفرط الاجتماع ولا ممكن يفرط. إيه طيب ما تفرطه معلش عن إذنك فضلي سوسة أشوفي راح أقول لك أبو سليم أنا سمعت السيد فريد أفندي عم يقول إنه طالب 2 جرسونية مشان يخدموه بالبيت. سمعت عم يقول بدي أجيبه من المطعم. قلت أحسن ما أجيبه من المطعم. شو رأيك أنتوا شخص تاني تشتغلوا؟ إيه ما له شيء. ليش لا؟ نحن جاهزين تحت الطلب. إيه وين أبو سليم؟ راح وين ما؟ وين راح؟ مش عارف أنت وياك يا جماعة بلا أدب بلا صوت. عفوا فضلك يا عمي ولو بلا إحساس. عفوا خي أبو سليم بده يحكي كلمة كلياتكم زيتوا عليها ولو له. ما حدا يلا روح من هون يلا 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 بعد نرجع لحديثنا. إيه أبو سليم إيه سيد فريد طالب 2 جرسونية من المطعم. يا أسعد عيب بده يحكي الزلمة كلمة كلمة يا سعيد. روح شوي. إيه 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 طالب 2 جرسونية من المطعم. إيه قلت أنا يعني أحسن ما يستفيدوا هني. شو رأيك أنتوا شخص تاني تشتغلوا جرسونية وموقت بهالحفلة
يعني مشانكم بس نحن منعرفش غير جرسونية نحن جوي ما احنا ما بنعرفش غير جرسونية لا شو بدها الشغلة واحد بده كباية مي واحد فنجان قهوة واحد اي ضيف وصيقلة هيدي هي كل الشغلة بطلة بتشتغلها مزبوط ستنا مزبوط معك حق تعطلي على مهلك نقصنا طيب شو رايك ابو سليم انت والاخ تشتغل شكرا شوي هيدا فهمان اسعد يا ربي عقلي شغلي طيب وهيدي تقريبا يعني الشغله فيها يعني طبعا هيدي اقل شيء يعني 50 ليره لكل شخص ها يلا ابو سليم لك قوموا مصروا يلا شاب هلا هي هلا بس دقيقه لحظه بدكم تروح هيك بهالاواعي هاي ايه صحيح معك حق بدكم تلبسوا اواعي قرصنيه يعني وهلا اليوم هي الشغله لا هي ما بعرف بعد كم يوم انا بتصل فيك بقلبي. طيب على كل حال ستنا ما تحكي لي هم هلا احنا ملوح نسلي زكيتات كل واحد زكاه تكون ملتبه ملوح ابو سليم نسلي ولا تكلم حق الزكيه احلى زكيه 150 ليره 150 انا وحده يا بني ادم 150 ليره ونحن بدنا ناخذ 50 ليره لك شو علاقه بتطمع لنا شو علاقه بتلزم الحقيقه هي صعبه شوي اذا ما فيكم دبروه من غير محل يعني اصعد خي اصعد شباب ابن بيون اصعد احمد عندك جاكيتات هيك منشان يلبسهم الواحد بحفله رسميه ايه عنده ايه بس تعطيني وحده انا وحده لابو سليم لا انا ما بعطيكم الا اذا كنت انا بدي اروح معكم ايه شغلة شغلة بناخذ اصعد بناخذ سعيد شغلة ستني اذا لا لا ما بظن لانه سمعته للخويجه عم يقول بده اثنين بس بقى مش معقول بقى بفتكر يعني انه ابو سليم ما معقول وحضرتك ما معقول ما معقول طول عمري طيب افرطنا الجلسه بدون ما تاخذوا التياب وما في تياب اخترنا الجلسه ابو سليم انا رح اتركك وتتفاهم انت وياها خاطرك الله معك ويني كيف شفتي لي هالبعثه منيح يسلم البيت لاصحابه بدك الله يخلي لي اياك ويطلل لي عمرك يا ولك شمال ولي شو بدك؟ ولي ما حتعفوا عن خلقتي بقى انتم وياه؟ خلص من اليوم رايح اجتماعات شغل خلص ما بقى في لا اي جمعيه مقصود هلا ما تقول خلص تجيب تضربنا كمان؟ لا شو بدك؟ تعملوا لي اجتماعات غير هون ما بقى في هون البيت بده يترتب ويصير لانه بكره بدها تجي ست تصير تقعد بقلبها فيني سوار شو بدك؟ صباح عم تفنس نسيت العصابه؟ صباح ابو سليم اوين خسخسك؟ صحيح انك عزيم شو بدنا نعمل هلا؟ صحيح العصابه العصابه يا بدنا الله بعتنا العصابه كنا هلا شو العمل؟ صلي في حدة اللايس؟ نعم أنا بلاقي ايه؟ وطي سوال بتخفى كيف يعني هذا تخفى؟ يعني نغير شكلنا كيف بدنا نغير شكلنا؟ الله خلقنا هيك كيف نغير حالنا؟ لك يا عمي أنت معلك فلت علي نحن منغير شكلنا يا حدة اللايس فلت لي هالجلسة ما أنا فورطها من زمان فورطها؟ ايه؟ صلي في الحالي لله شو تشعر؟ وأنا بدي روح كمان ها؟ مين بده يسكن البيت؟ لك اطلعوا بقى الله يساعدكم بجاه اللي خلقكم ماذا تريد؟ ماذا تريد يا بني؟ مرحبا يا مرحبا وحياتك في شخص اسمه فهمان وين؟ لقد باع عن الدكان ورحل على وين رحل؟ أظن رحل إلى جهنم الحمراء شو عم تقول؟ أي نعم أتريد شيئاً آخر يا بني؟ كلمة صغيرة سؤال تاني لو سمحت يعني نعم في إله صديق اسمه أبو سليم شوارب وصغار أعرفه تعرفه؟ لقد ذهب برفقته على وين؟ إلى جهنم فهمين من المتكلم؟ فهمين من المتكلم؟ ها فهمين ماذا تريد يا بني؟ هالهيئة هيئة فهمان دخيلك بس ماني شايفك منيح شايفين لي وين العوينات؟ دخلكم شفت لي وين العوينات؟ اي نعم وين العوينات؟ احنا على جبينة عجبينة؟ اي نعم عجبينة؟ لك ما في شيء عجبينك لك لك لا تمزح معيك اخ بس لو ما كنت عجب كنت فصفصتك من القتل بعرف بس طول بالك شوي خليك رايق شوي يعني ما تكون عصبي ايه انا ماني عصبي يا فهيم هذه الضجه يا اولاد وينو فهمين وين روح لقد ذهب لقد باع عن الدكان وذهب ها وبوسلي ذهب برفقته
راح هو وياه؟ نعم. هي يعني فركوها من الشركة؟ يعني وين روحوا؟ يا والسيارة وشركتي أنا؟ يا عم وين روحوا؟ إيه شفت اللي هنا؟ هي دخيلكم يا عم وين هو؟ مرحبا معلم فهمان. الله معي. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ما معلم فهمان انت؟ لا. وين معلم فهمان؟ من اين لي اين انا اعلم؟ من انت؟ ما كنت اشتغل عنده. انت؟ لك ذهب فهمان يا بني. لوين راح؟ لست ادري يا بني، لك ذهب. لوين راح من هون؟ لك عمر لك راح من هون. تعال. نديم؟ نعم. مونجي ممنونة أنا اللي ما عرفني هذا كان دبح لو عرف. ماذا تريد؟ وين فهمين؟ لقد ذهب. وين روح؟ لست أدري. أنت عم تشتغل عنده هون؟ I don't know. What do you want, مثل؟ أنا عاوز فهمين. Because؟ يا عمي طول فهمين وتياب فهمين، بس صوته كمان بيشبه فهمين. لماذا سوالوك تهزز يا عزيزي؟ هذا منو شغلك، هذا سر المصلحة. So؟ Of course. أنا وين شايف هالوش قبل هالليل؟ وأنا وين شايف هالوش قبل هالليل؟ وين؟ وين؟ شايف وين؟ ها 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 عرفتك! أنت يلي بيطبعوا صورتك على أول ورقة بالكوشينة، عرفت هيك؟ شو هي أول ورقة بالكوشينة؟ يعني زوكل. أنا جوكر يا بوكر، رح أضربك ضرب شي بخلقتي. وينو فهمين وين راح؟ شو بدك من فهمين؟ وشو بتليد منه؟ بتعرف أنا مين؟ لا أنا أبو سليم. أنت أبو سليم؟ أنت أبو سليم؟ إيه أنا ما عرفتك. أنا فهمين. بالله ييك وأنا ما عرفتك. كيف؟ متخفي مني؟ شو متخفي؟ إيه شو متخفي؟ أنا ما عرفتك أبو سليم. ما حدا بيعرفنا. إيه لازم اسمي بدك منيح. لك لا تقول منيح. والله لك يا أبو سليم. الله لك شيء أسعد. شو بك؟ هسه ما رجع فهمين؟ مين خبط هاي عقال؟ عفوا يا ابو لي. هسه ما اجى فهمين؟ ولو يا اسعد. اسعد؟ وانت بتعرفنا مين حضرتك؟ انا شرمز هلمك. شرمز هلمك؟ هلمك؟ ماني شايفك. دخلك؟ شايف لي هالعوينات وا؟ عرفتك. انا مين؟ انت ابن جار اللحام. انا ابن جاركم اللحام؟ ايه ولو يا اسعد بالقليل جد للحام ابن اللحام انا. اسا ما رجع فهمين؟ لا ما رجع فهمين، هلا بيرجع بعد شوي. شو بدك منه؟ عاوزه روح على شغلك هلا لهونيك، بعدين هلا ترجع. بس يجي ليش عم تدفيش؟ ليش عم تدفش؟ لك يا أبا سليم يا أنا ما حدا بيدفشنا. عفوا يا بني. مسموك أسعد عفوا. يا سبق حد بهدلنا عدلنا صدعت حالك منوزي. زلسوا منيح هيدا زلسوا مالك طق الحالك صاي بهدلنا هيدا أسعد. واف عم فهمك إيه؟ لو اسمع يا أبو سليم أنا فهمان يا أسعد. انت فهمان؟ لك ايه وقلي سيب حكيك حاسك السيب تقول ما انت فهمان. لا اي بس اي اخرسة ما تعرف اذا طلعت. بس اذا طلعت يا لطيف اعمل لي بلاظة ابو سليم. اعتبر لطلع لا ابو لطلع الدخيل اعتبر لطلع. تعال عم قلوا بعد منها. انا ايه انا انت عدت لك. لا عم قلت تعال عندي يعني. تعال مين؟ يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. وينو فهمين؟ نعم. ماذا تريد مشتينا؟ أنت فهمين؟ أي نعم. صحيح أنت فهمين؟ أي نعم. من فضلك وين أسعد؟ ها؟
إذا شفت لي أبو سليم قل له فريد أفندي عاوزه بالحفلة. إيه أنا أبو سليم. صحيح أنت أبو سليم كان. يا نعم يا عمر الحبيب الزبيب. شوف يا شو يا بتريد انتصلني في الدكان ساعود وبعد قليل اسحب ابو سليم يا فهمان. شو بده ياسمين اولاد؟ I don't know but look come with me. come with me. يا اسعار شو بك يا هذا يا صوته يا بيشبه يا صوت يا فهمان يا مين يا هيدولي؟ واحد بيقول عن حلو فهمان والتاني بيقول عن حلو ابو سليم. يلا هالفواكه والقهوه تعال اوه حكت بالقهوه. سليم يا ابو سليم عفوا انا قاعد اسحب قهوه عفوا سليم شبه ابو سليم في اكمل قهوه شبه دك شو بدك حدا بيضيف قهوه هلا اسحب شوفي اشعار مالك شوي هذا بيضيف قهوه باول السهره لك شوفي لا فواكه لا يا عمي باخر السهره هلا مفروض الاكل خذ القهوه ما بدهم ياكلون فلت بالله بروح فلت بالله خلي شو عرفني استفلوا يا يمزحوا هيك ليش قلسون كبيت مي لو سمحت. قلسون؟ أنا قلسون؟ وبدك مي كمان؟ قوم اتفضل على الحنفية اشرب مي. مي قلسون؟ مالك شايفك؟ مالك؟ وقعتك كبر الله فضلك كفلوا. لا تكفلوا أبداً. فردو ما تخزي. مالك شايفك؟ مالك سمعتي اش عم يقول لك قلسون؟ قلسون؟ أه قلسون؟ قلسون؟ إيه؟ خلص لا تكفك بالقلسون ونصفه. لعندك لحتى ننبسط. شو هالجرسونية هيدي اللي جايبة على الحفلة؟ بسيطة سعيد، نحن اتصلنا بكل المطاعم ما قدرنا نقينا خدم. شو بدي اعمل؟ بدك طول بالك عليهم، هدول جماعة من الجرسونية، هدول جيران ما حبوا يساعدونا، بعدين انا هلأ بنبه عليهم. تكرم. بسيطة على كل حال، هذا امر اول، بس في امر تاني انا جاي بخصوصه. موت قضية ال 15,000 مارك، كيف بدنا نأمنهم بكرة على ألمانيا؟ هذا ما يكون لك فكرة أبدا. فوت هلا يعني. معلوم، فوت هلا لنكمل عشانه. كثير عظيم.
نقشوا نقشوا انتوا يا فهمان. هيك بيصير يا صباحك يا سيدنا. صباح نعم صباح هلا شو عيطنا؟ ما بعرف شو في صباح حلو. لا نمرة حلوة بتلهوني. انا والضيوف ورفيقكم بيجي بيسرق الخزنة. هاي ضيوف هاي ضيوف خزنة. بعد اسمع لفا كمان لفا